مساء الخير يا أهل الكويت وكل الأحبة في الخليج العربي والعالم العربي، ورحب فيكم في برنامجكم برنامج ديوان الملة. أعزائي المشاهدين، عندنا قضايا كثيرة راح نحكي فيها، عندنا مواضيع حلوة راح نحكي فيها، لكن نحب ننوه أن حلقتنا اليوم أيضا راح نتكلم عن أيهما أخطر، التطبيع مع إسرائيل أو العلمانية والأفكار التحررية اللي قاعد نسمع عنها. وراح يكون ضيوف في الجزء الثاني المحامي أحمد المليفي والأستاذ ناصر دشتي. أعزائي المشاهدين، اليوم عندي أكثر من موضوع راح أتكلم فيه، خلونا نتكلم في الموضوع الأول وهي قضية سعد الحريري الرئيس المستقيل وقضية حزب الله وعون. باختصار أعزائي المشاهدين، الحريري خاف على نفسه، أخذ أسرته الكريمة وراح إلى المملكة العربية السعودية وطنه وطلب الحماية هناك، لأن كان هناك مخطط لاغتيال سعد الحريري من قبل المنظمات الإرهابية في لبنان وعلى رأسهم حزب الشيطان. طبعا نجاة سعد الحريري ما عجب التيار العوني ولا عجب منه حزب الشيطان، فطبعا طلعوا إشاعة أن المملكة العربية السعودية أجبرت سعد الحريري على تقديم استقالته وأنه محتجز هو وأسرته، وطبعا الكلام كله كذب بكذب. وغادر سعد الحريري إلى فرنسا هو وأسرته وراح يتجه إلى لبنان الشقي. وين المصيبة؟ المصيبة أن الكل يهاجم السعودية، المصيبة كل مصيبة في العالم العربي يرجعها أن السعودية وراها. السعودية قاعد تتحمل لأنها أم للجميع الآن. المملكة العربية السعودية هي الأقوى اقتصاديا وعسكريا في مواجهة خفافيش الظلام على رأسهم الحرس الثوري الإيراني. اليوم السعودية تعيش حرب مع الحرس الثوري الإيراني وأياديه الخفية وعلى وأياديه الخفية من حزب الحجاز الحوثيين وما ذلك، وأيضا مواجهة مباشرة مع عادات الحرس الثوري حزب الشيطان. الكل يتجاهل نقطة أن يتهمون السعودية بأنها تتدخل في لبنان وسيادة لبنان، ونسى الكل، ما نسوا، تعمدوا إخفاء الحقيقة أن حزب الشيطان هو يحتل القرار السياسي في لبنان، حزب الشيطان يتدخل في سوريا، حزب الشيطان يدعم نظام بشار، حزب الشيطان يتدخل في العراق، حزب الشيطان يتدرب في إيران، حزب الشيطان يمول الحوثيين في إيران، حزب الشيطان اتجه إلى أفريقيا، حزب الشيطان يقوم بعمليات إرهابية في البحرين، حزب الشيطان له كان يد كبرى في قضية خلية العبدلي. هذا هو حزب الشيطان والحرس الثوري الإيراني اللي هم أخطر على الأمة العربية والإسلامية. لذلك السعودية تواجه الآن حرب شرسة مع الحرس الثوري. لذلك الآن تستغل كثير من الأمور. لذلك علينا أن نتوحد مع المملكة وندعم المملكة ماليا وعسكريا حتى نستطيع أن نخرج من مؤامرات الحرس الثوري الإيراني. وأقول للشعب اللبناني، وهذه رسالتي للشعب اللبناني، يجب أن يكون لكم موقف ضد التيار العوني وحزب الشيطان المسيطر على ثروات لبنان، المسيطر على القرار السياسي، المسيطر على الأمن في لبنان، دون أن يتخذ قرار من الحكومة اللبنانية يروح سوريا ويروح يشارك في عمليات إرهابية في اليمن وغيرها من الدول. وينكم يا لبنانيين يا شرفاء من قضية خلية العبدلي ودعم حزب الشيطان لخلية العبدلي كانت في الكويت؟ لكن للأسف هناك من يكره السعودية ويكره الأمان للأمة العربية حتى نرجع كما كنا عبدة النار وعبدة المجوس. أسأل الله يحفظ المملكة والأمة العربية، قولوا آمين. القضية الثانية اللي بتكلم أيضا، خلونا في لبنان، جريدة الديار اللبنانية التي تركع وتسجد للتيار العوني وحزب الشيطان كاتبة على المملكة: ماذا تكون السعودية لولا نفطها؟ ألم تكن دولة جمال وخيم؟ والله نفتخر أن كنا دولة جمال وخيم، هذه أصالتنا، سكننا البر ورضينا بالمر وشربنا الماء الصليبي ورضينا وقلنا الحمد لله، ودياركم كانت أهل
فيها الأنهر وفيها الفاكهة وفيها كل شيء، وقلنا الحمد لله رب العالمين. نفتخر أن دولنا كانت دول بعارين ودول خيم، لأن رضينا بالفقر، بس كانت عندنا كرامة وشموخ ما حد داس واحتلنا يا الديار. السعودية ودول الخليج اليوم لو قررت تسحب أموالها من البنك المركزي اللبناني، الليرة اللبنانية حتلف فيها محشي. لولا دعم دول الخليج وعلى رأسهم السعودية والكويت والإمارات لضاعت لبنان من أوقف الحرب الأهلية. دول الخليج وعلى رأسها الكويت، من أوقف؟ لكن التيار العوني والخونة في لبنان وحزب الشيطان يحلمون بالأموال والكراسي حتى يتبعون، يصيرون عبيد للحرس الثوري الإيراني. أسأل الله لا يوفقكم، وقريبا وأنا أشوفها قدامي سنحتفل قريبا بنهاية التيار العوني وحزب الشيطان. عسى الله يحفظ الأمة العربية. القضية الثالثة، الإخوان فجأة وإحنا والسعودية تواجه أزمة مع حزب مع الحرس الثوري وعلى رأسهم حزب الشيطان، أداتهم حزب الشيطان وجماعتهم، فجأة يطلع على مصر قضية جديدة قديمة، قضية سد النهضة. قام الرئيس السيسي وقال لهم بالحرف الواحد، ما حدش يقدر يمس مية مصر. لجنة ثلاثية، قالوا خلونا نتفاهم في توزيع المياه. فجأة تنتهي هذه اللجنة وفجأة حنخلص السد وحناخذ كفايتنا لأثيوبيا ومش حنعطي المية للسودان ومصر. كان رد السيسي، ما حدش يقدر يمس مية مصر، وأنا أقولها ما حدش يقدر يمس أرض مصر وكرامة مصر وكرامة المصريين وكرامة جيش مصر العظيم. مصر حضارة وانتو زبالة، مصر كرامة وانتو بلا كرامة. بشرف العاهرة التي يدفع لها حتى تحاول الإساءة لمصر. من اللي حرك الملف؟ من يحرك الحرس الثوري الإيراني ضد السعودية؟ ومن الذي يحرك الملف سد النهضة ويهدد الأمن القومي المصري ضد مصر؟ من اللي قاعد يشعلها؟ الحرس الثوري؟ الخونة من التنظيم الإخوان الدولي اللي 24 ساعة يهدد مصر؟ من يحركها؟ من يمول مثل هذه العمليات؟ وأنا قلت لكم في السابق الهدف تدمير مصر وتدمير السعودية. أصبحت مشكلة العالم اليوم مصر والسعودية فقط، لأنهم عمودا الأمة العربية والإسلامية. لذلك أقول للمصريين توحدوا. حرب الواحات وهجوم الواحات هي رسالة جت من ليبيا، ومن مولها في ليبيا من الإرهابيين حتى يدخلوا مصر، وأنتوا تعرفونهم من الدول الشقيقة اللي تسمي نفسها شقيقة وهي ليست بشقيقة، إنما هي. توحدوا يا مصر، توحدوا يا مصريين، فإن مصر تناديكم اليوم بالوحدة مع قيادتكم. الوضع جدا خطير اليوم، سد النهضة بكرة في حاجة ثانية. عسى الله يحفظ الأمة العربية والإسلامية. ننتقل الآن إلى تقاريرنا. تقريرنا الأول أعزائي المشاهدين، تحية لأهل الإمارات، يتطورون اقتصاديا، يحلون مشاكلهم، يبنون سياساتهم، يكونون جيش قوي، لأن عندهم سياسة أن هناك أعداء تخطط بالخفاش ولدعم الأمة العربية والإسلامية. الإمارات اللي قدمت أبنائها كشهداء، تحية لهم ولوحدتهم مع قيادتهم. قام وفي السابق قلت أن الإمارات بدأت صناعة الطائرات. اليوم تحتفل الإمارات بصناعة طائرة إماراتية بالكامل، وهي طائرة البي 250، وهذه الطائرة من الطائرات الحديثة في مواجهة الإرهاب. تنتج مدرعات، تنتج طائرات، تنتج أسلحة، تقوي جيشها من أقوى الجيوش العربية الآن. لشنو؟
لمواجهة أعدائنا. تحية لأهل الإمارات ولأبناء زايد، وتحية للشجعان هناك ولأبنائها في اليمن اللي يحاربون الحوثيين. تحية لكم وكلكم على رأسنا. ما يزعج قضية عشنا أزمة اسمها البصل، والله صدق نعيش في سياسة البصل. سألنا وين المزارع اللي قاعد توزع، وين المفروض الإنتاج من المزارع الأمن القومي لزراعة الخضرة والخضرة ولزراعة المنتجات ولزراعة الخضرة وغيرها حتى نعيش في أمن داخلي غذائي، لكن للأسف هذا ما حصل. في قضية ثانية وهذا فشل، مشكلة البصل كشفت إن عندنا بصل وسياستنا كلها بصل ببصل، بصل فاسد. موضوع اليواخير، اليواخير المفروض معطينها لتربية الغنم، وإحنا نواجه كل فترة أزمة اللان. اليوم الخروف بأربع أشهر صار سعره فوق الـ100 دينار كويتي العربي، ويقول عندنا يواخير. تدرون ليش فشلنا في الأمن الحيواني والغذائي؟ براويكم التقرير اللي شوفوا اليواخير صارت. الهيئة العامة لحد الحين ملف التحقيقات جاري ولا نسيتوه مع نواب الأمة؟ نسيتوا في لجنة التحقيق على التوزيع على الأقارب والأحبة ولا نسيناه؟ الظهر ما نسيناه، صار مع البصل. أعطني التقرير. اليوم 17-11 يوم الجمعة، هذا يواخير الثروة الحيوانية. أجار صار جواخير أجار، صح طال هنود، ما أدري شو مسوين عندهم هناك، ولا تقريبا 50 سيارة. تفضل سمعوا سمعوا، ها هذا أخرتها. وإحنا ما إحنا لاقين جاخور، هذا مو جاخوري. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شفت التطور عندنا؟ حولنا يواخير الغنم إلى سكن عمال. شفت التطور؟ وين الزراعة؟ وين مراقبينهم؟ وين وين؟ يا ما حكيت وقلت المشكلة هي إدارية، لما نختار الرجل الغير مناسب في المكان شنو النتيجة؟ بصل. التغرير اللي بعده، شوفوا أم المصايب، لا وبالصليبية وعلى الخط السريع قدام محطة البنزين قبل الفرضة، سيارات توقف مكتوب ديزل، ديزل على أساس تنقل ديزل، لكن يطلعون سيارات الديزل تبيع ديزل وبسعر ثاني غير سعر المحطات، هذه مصيبة ثانية. وين التجارة؟ وين البلدية؟ إذا اشتهوا يشتغلون يشتغلون، ما اشتهوا يشتغلون مثل المهبولة بصل. عطني التقرير. يعطيك العافية أبو أحمد. سؤال، هذيلي مرخصين يوقفون هني يبيعون ولا لا؟ هذيلي صوب الكبرة الصليبية مالوت البنزين، مشكوك بأمرهم صوب التريلات واقفين والبرادات، هل مسموح لهم هذيلي ولا لا يا أبو أحمد؟ يبيعون وكاهم محطة البنزين جبالهم، يعني اللي يبي يهبي جباله محطة البنزين. تقرير الأخير أعزائي المشاهدين، استهتار بشوارع الكويت. اليوم كنا نقول الداخلية الداخلية الداخلية، نوقف هنا. وينكم عن قضية دور الأب، دور العائلة، دور الأب ودور الأم؟ معقولة واحد مستانس بونس عياله يقول له تعلق بالسيارة وأنا أمشي فيك بالشارع؟ تعلق بالسيارة وأنا حسبالي قاعد يونسهم؟ أنت قاعد تقتل ولدك، أنت قاعد تقتل ولدك يا بني آدم، أنت قاعد تقتل ولدك يا بني آدم. هذا ما قاعد تونس ولدك، شو تعلمه؟
احنا نحمل الداخلية من ما دور الأسرة في التربية، المفروض المدرسة تربي، المفروض البيت يربي، لكن صارت عندنا ثقافة بالكويت اكسر القانون انت ريال، شوفوا الاستهتار. أعزائي المشاهدين، شفتوا التقارير، خلصنا، أسأل الله يحفظكم وأتمنى تكونها رسائل للكل بهدف الإصلاح. ننتقل الآن إلى برنامج وجها لوجه وضيوفي الأخ ناصر دشتي والمحامي أحمد المليفي، وراح نتكلم في الجزء الثاني عن التطبيع مع إسرائيل والعلمانية. أعزائي المشاهدين، فاصل وارجع لكم. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجه لوجه، اليوم الجزء الثاني وقضيتنا عن إسرائيل، لكن راح نضيف عليها محور مهم، التطرف الديني. لمناقشة هذا الموضوع معنا اليوم المستشار والإعلامي المحامي أحمد يوسف المهيفي، مرحبا فيك يا أحمد، وتشرف وجودك للمرة الثانية ويانا. أيضا معنا عضو مركز التنوير الثقافي الناشط السياسي الأستاذ ناصر دشتي، مرحبا فيك أستاذ ناصر. حقوقي والله حقوقي. حقوقي ولا تبي ناشط سياسي ولا حقوقي؟ ناشط حقوقي والمبشر العلماني معروف هذا. زين، راح يصير في حلقة عن العلمانية اللي أنت تتكلم. أرجع لأخوي ناصر، يمكن أعطينا بالجزء الأول الرأي في موضوع التطبيع مع إسرائيل وأبديت وجهة نظرك، وأخوي ناصر قال وجهة نظره بكل أمانة، لكن البعض ممكن يسأل يعني هو الأخطر إسرائيل ولا التطرف الديني؟ اليوم نسأل منو أخطر علينا كدول عربية؟ هل تم استغلال الدين لأهداف أفادت إسرائيل على الأمة العربية؟ اليوم نسمع عن ظهور جماعات إرهابية، دعم مرتزقة، شعارات كذابة، شغب في الشوارع، الربيع الخريف الإسرائيلي، وكل ما أطلق عليه أن كله في النهاية يصب في مصلحة إسرائيل. بكل أمانة، الخطر علينا إسرائيل وأهداف إسرائيل ولا الفكر الإرهابي؟ في الحقيقة إسرائيل وما يتعلق بخطورتها هي هدف استراتيجي بعيد، وهو هدف يعني مستمر، يعني خطر موجود، خطر موجود مستمر، خطر أبدي لن يعني ينقضي ولن ينقطع ولن يتوقف ولن يتبدل، ولكن هناك أخطار أحيانا تكون حالا متوافرة، بمعنى أنها يعني قد تقع عليك مما يستدعي ردها وصدها قبل إسرائيل. ونضرب هذه أمثلة كثيرة، مثل إنسان يكون عنده جار مؤذي، جار مزعج، زين، ممكن أنت تتقاضى معه بالمحاكم، ممكن كذا ترد شره وترد، لكن أحيانا يشب عندك نار داخل البيت، ما تقول والله بروح أنا أتناجر يا جاري في المحكمة، أنت حين طف نارك اللي داخل البيت. ولذلك هذه النار اللي داخل البيت هي أنا أشبهها الآن ما يسمى بالجماعات الإرهابية، وأسميها ما يسمى بالإرهاب الحاضر الموجود الذي يعني يدهم هذه المنطقة، وحقيقة عاشرنا في الفترة الأخيرة كثير من هذه من هذا الإرهاب، وعلى رأسهم ما يسمى بالربيع العربي وغيره، علما أن أيضا هي صناعة إسرائيلية، ولكن صناعة إسرائيلية. لا شك صناعة إسرائيلية، يعني الإرهاب الفكري الموجود عندنا والتطرف هي صناعة إسرائيلية. 90% إسرائيل يعني صاحبة، خلنا نقول تغذية وصاحبة مشروع وصاحبة دعم، وإن كان المنفذ قد لا يكون إسرائيلي، قد يكون كويتي، قد يكون سعودي، قد يكون قطري، قد فلسطيني، قد يكون ولكن لا، قد يكون إيراني، طبعا هذا من باب أولى قبل كلهم هذول. القاعدة موجودة في إيران، القاعدة طبعا هي أصلا كما يعني حبيبتهم الآن، كل الدلائل ويكيليكس كذا طلعت كشفت كل المستور. ولذلك احنا احيانا نتعامل مما هو يعني مضطرين نتعامل معه فورا ونؤخر ونؤجل،
القضية خلنا نقول يعني اللي قد تكون الأكبر، ولكن خطرها الآن قد يكون هناك خطر أكثر خطورة. ضربنا بهذا مثلا، وكما شفنا على سبيل المثال الفترة الأخيرة ما يسمى بداعش وغيرها وإلى آخره. يعني بمختصر أخوي أحمد، الفكر الإرهابي هو نتاج 90% أو الجماعات الدينية المتطرفة 90% صناعة إسرائيلية. شوف قبل لا نقول 90% لا شك أنا أعتقدها أنها حتى قد تكون أكثر من كذي، لأن شنو اللي صاير أستاذ محمد؟ اللي صاير أنه طبعا هذا المجتمع العربي والمسلم فيما فيه من خلنا نقول الشذوذ، وفيما فيه من السقوط، وفيما فيه من الجرائم. فلذلك إسرائيل بما تملك من قدرات وتملك من استخبارات وتملك، ولا تنسى أنت لا شك فهي تنظر، طبعا لا شك، ولذلك هي تنظر وتفتش وتشوف المنطقة من أقرب لهم حتى يعني يتواصلون معه. فهذا على سبيل المثال يبي ليبرالية، يبي علمانية، فتقول لك هذا أحسن واحد مالي، أحسن واحد أنا أضيفه بالكنيسة الإسرائيلي وأضيفه في أمريكا وأفر في العالم وأدعمه ويمكن أصرف عليه. ليش؟ لأن هذا يكفي فيه لو ما عنده جريمة إلا جريمة أن يعتبر أن الإسلام جريمة، فهذه أعظم جريمة على وجه الأرض. أنت لو فقط ما عندك جريمة إلا أن الإسلام جريمة، فهذه ليس بعدها جريمة، أكبر من جريمة إسرائيل. فلذلك من هالمنطلق لما نتكلم عن خطورة إسرائيل، مثل ما قلنا خطورة إسرائيل هي مستمرة، ولكن هناك أحياناً أخطار تضطر الدول أن إسرائيل أن تحارب الشيء الداهم الآن الموجود. وهذا لا يعني أن إسرائيل بريئة وطيبة أو لا، لا يعني إسرائيل لئيمة، وإسرائيل أكثر من 90% خلقت الجماعات الإرهابية، تدعم التطرف، تستغل مثل حضراتكم تسوي لكم جولات. أولا إسرائيل اللي يشكل عليها الخطر هم المفكرين الليبراليين والعلمانيين الأحرار، هل اللي يشكلون خطر على إسرائيل، هذا اللي يشكلون خطر على إسرائيل. تدري ليش؟ لأن هذيل المثقفين والمتنورين دورهم ينحصر في تنوير الشعوب العربية، تنويرهم بحقوقهم وحرياتهم. لما يشوف الأخ الفاضل يوصل لمرحلة أنه والله عشان إسرائيل قدراتها قوية، ويشكك بالثورات العربية اللي كانت ردة فعل على البطش والاستبداد اللي يعيش الوطن. نعم أنا كنت مع الثورات العربية. لا لا مو شغل الثورات، ما يخالف خليه أكمل، راح أرد على شغل هاي الثورات العربية. زين شكك فيها، اللي كانت هي صحيح لم تكن ثقافية، لكنها كانت ردة فعل ضد البطش والجوع والاستبداد اللي احنا نعيشه في الوطن العربي. فكر امريكي؟ لا لا مو فكر امريكي. هذه ردة الفعل كانت ممكن تكون نقلة تاريخية، لكن للأسف التيارات الدينية الذي يشككون بهذه الثورات ويشككون بالمفكرين الذي يدعون لحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية والأحزاب السياسية وإبعاد رجال الدين عن السياسة، يشككون فيهم. ليش؟ ويخدعون عشان يستمرون هم في هيمنتهم وسيطرتهم، سواء مع الأنظمة الدكتورية ورجال الدين أو الكهنوت الديني. هم يستبدلوا مفهوم الحرية بمفهوم الأمن والأمان. إحنا نريد الأمن، نريد الأمان، شوفوا الحرية إيش راح تسوي، إيش شنو تفيدكم. جعلوا الشعوب العربية تقول يا معود إحنا نبي الأمن ولا نبي الحرية. لما يصل الإعلام العربي، الإعلام الهابط اللي يصل إلى والله استقبل الرئيس الفلاني وأتى الوزير يا أخي يا ناصر تسمعني ويحترم وجهة النظر. لا وجهة النظر غير محترمة، لا تحترم. لا أنت هابط قاعد تقول يا أخي رأيي رأيك بس احترم لا ما وجهة النظر غير محترمة. أنا أعترض، ما يخالف كيف حقك. أنا بس بديت اعتراضي لك. شوف الثقافة اللي بوصلها من طريق غير مباشرة، شو أنت تعارثني وانا وصفت رايك، احنا ما غلطنا على بعض، لكن قلت رايك وانا قلت رايي من غيرها. هذه الثقافه اللي انا ابي اوصلها، ان انا لما انتقد راي سواء نقدي كان بناء نقدي كان ساخر، هذه حريه راي، ومن حق الاخر ان يرد علي بمثل هذه والحد طالما لا يتعرض لذاتي مثل ما انا ما تعرضت لذاته. هم يريدون استبدال مفهوم الحريه بمفهوم الامن والامان، ويحافظوا على الانظمه الدكتاتوريه، ويحافظوا على سلطه الثقافه الدينيه الرجعيه، ويريدون وكل ذلك تستقل إسرائيل. وأنا قلتها بداية الحلقة اللي طافت، قلت أن إسرائيل العيب مو منها ولا من أمريكا. قلت في علم السياسة يا جماعة، علم السياسة ما فيها أخلاق ولا فيها عواطف، فيها مصلحة.
انا اذا انسان اذا انا كدوله لي سياسات مؤامراتيه، الفقاع اللي مخترعينها عشان يخدعون الشعوب العربيه، لي مؤامرات استخباراتيه، لي خيوط استقل خبيث غير صادق، ترى العيب مو فيه، العيب بمن يضحك عليه بمثل هذه الامر. الخلل بالشعوب العربية التي تعلم بأنها مستغلة وتعلم أنها ساذجة وتعلم أنها في خارج النسق الحضاري في العالم وهي أمة غير فاعلة. مع ذلك هذا كلام قيل في مصر قبل ثورة الربيع العربي، واتهم فيها التمويل الأمريكي على هالكلام هذا. فكر غريب علينا ما يقبل الشارع إثارة الثورة طبعا. وماتت وشو صار فرج فودة قالها في أحد، قال راح نمر في هذه الدوامة تبدأ ثورة ثورة شعبية وبعدها تأتي إلى السلطة سلطة دينية، وبعد السلطة الدينية تستبدل بسلطة عسكرية وهكذا. نحن في الوطن العربي للأسف نبدل أشكال التخلف، أشكال الفساد، أشكال الاستبداد، لكن إحنا ما نغير الاستبداد نفسه. إزاي بسألك سؤال يعني الحين باختصار عسى روح حق أحمد يرد على كلامك، إسرائيل ولا التطرف؟ التطرف الديني، وإسرائيل وجهان لعملة واحدة، الفكر الديني. يعني تأيد كلام أحمد؟ لا 99% هو لا يتهم إسرائيل ويبرر الفكر الديني. لا فكر الديني ما 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 لا برر قال لا ما برر قال لا برر فكر الديني برأته ولا لا أنت برر فكر الديني. خلاص اسمع رأيي ما ترد أنا قلت داعش مجرمة ما تكلمت عن داعش، تكلم عن التيار فكرك الديني الإسلام. أنت الحين أحمد التيار الديني هناك في من هو يعني يحمل هذا كشعار وهو لا يقيم من الدين شيء، وبعضهم يعني سببوا بهذه الشعارات كارثة على الدين، ومنهم الإخوان المجرمين. ولذلك أنا مو إخوان اليوم أحمد، يعني أنا من حقك يقول نعم. بس هو طرح فكر إن أما 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 كدين نظيف، دين الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم، وين نموذج عندك نموذج حقيقي؟ هذا الدين الجميل الذي هو يعتبر يمثل الآن الكتاب والسنة، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحتاج اصلا الى نموذج، هو نموذج ذاتي. وين شنو قيمه النموذج هذا ما الارضيه واقعيه؟ لذلك هذا القران الكريم الذي فيه ما فيه من العزه والرفعه، ولو استقرنا على هذا يعني على هذه المبادئ وما فيه من حكم والى اخره لكنا الان احنا عندنا راس الامه. شوف هذا الخطاب اللي ضيع لهم العربي. متى تخلفنا لما يعني جعلنا هذا الشيء قالك ضيعنا الأمة العربية. هذا الخطاب اللي ضيع العمر. شوف خطاب عاطفي إنشائي اللي حقيقة اللي ضيع الأمة العربية هم لما ضيعوا الدين وضيعوا الإسلام وضيعوا كما يقال يعني بل من لما طبقوا الدين. زين أنا مو محوري هذا تصدق أحمد. ولذلك أنا مو التطرف الديني ولا إسرائيل. أنا برجع على محورك بس لذلك إذا نبي نتكلم عن هل يوجد هناك جماعات إيديولوجية متطرفة خطيرة في هذا ما يسمى بالمجتمع المسلم أو المجتمع العربي؟ نعم لا شك موجود، وقلنا حنا دعمتها إسرائيل، ومن هذه الجماعات قد لا تكون حربية عسكرية كثيرة، ومنها ما يسمى بالتنوير. التنوير هو ما يعتبر من الجماعات التي من تهدم الأمة وتهدم العلمانية طبعا تهدم الأمة. العلمانية تهدم الأمة لا شك، تهدم الأمة وتهدم الدين. نعم نهدم كل من رواسب التخلف والكراهية والعنصرية والطائفية كلنا بنهدم هذه. كل من يجعل القرآن الكريم ورب العالمين خلف ظهره فهو عدو، عدو للأمة وعدو للإسلام والمسلمين، لازم استقل وعدو لكل كل ما هو شريف، كل ما هو رفيع. القرآن وما كل ما هو لا ما في ما تقدر تبعده بالنسبة لهذا. احنا نستبعد بس انا على ما تقدر تبعد ما هو لما نقول احنا على سبيل المثال لا ما فهمني انا قصدي يعني موضوع القرآن وهذا هذا مسلمات ما نقدر لا مو صحيح مو مسلمات عندك مسلمات. انت مسلمات عندك إيه؟ انت يعني لا عنده مو مش مسلمات مو صحيح يعني لا مش مسلمات لا مش مسلمات طيب مش مسلمات مو مسلمات لا لا, 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 لا انا قاعد اجاوبك عنه اعرف شنو شو فكرهم مش مسلمات فكرهم هذا ما يبيه نهائيا لا يريد دين ما عندنا شيء نخبيه انا قاعد لا يريد دين على وجه الارض عندك اي سالس ابدا هم يبون الدين بس يبون فكره لا ابدا ما يبون دين على وجه الارض يعني هم اخطر من اسرائيل اخطر مليون مره من اسرائيل يعني لو قلنا العلمانيه ولا اسرائيل ولا التطرف تحط اول شيء اخطر اسرائيل على الاقل اسرائيل على الاقل يعني امه لها دين وان كان في تحريف انظر شوف هؤلاء لا يريدون دين على وجه الارض لا يريدون الله شفت هذا حقيقه شفت الخطر يعني هم بالنسبه لهم ترى ان العلمانيه هي اخطر على الامه العربيه والاسلاميه من اسرائيل ومن التطرف الديني يا استاذ هم متطرفين يا استاذ يعني. العلمانيه تعني لا ديني باختصار
لا ديني. ما يبون الدين ابدا. ايش يبون عليه؟ يبون تعيش في افكارهم الخاصه التي يعني يظنون انها افكارها، وان كانت هي هذه الافكار لو لفيت ورجعت ورحت يمين يسار راح تجدها من بوذا من يهود من كذا تجميع. وحطوها وقالوا هذه اللي قال ان الربيع العربي هي ثوره. طبعا هذا كلام، هذا كلام يعني كل من ينظر بلغه الارقام سيعرف ان هذا كلام يعني باطل 100%. بيع كلام. لا باطل، بدليل ان الان احنا كم خسرت الدول، هذه احصائيات مو كلامي وليس في جلسه الان. يدعو للحريه. لا 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 قل الحريه. ما خسائر الدول من هذه الحرب اللي صارت ما يسمى بالربيع العربي فاقت التريليون. تريليون فاقت. انت تتكلم عن يعني خسائر بشريه وخسائر ماديه. دول وين اليوم؟ سوريا وين؟ ليبيا وين؟ مصر. يعني نقبل بالاستبداد، نقبل بالانظمه. لذلك هذه يعني من يظن ان البديل أما أن نكون عندنا ملك على سبيل المثال أو حاكم أو رئيس أو شيخ ويظلمنا، أو أن نحرق الأرض ونحرق البلد. لا يا أخي خلي يظلمنا حتى 50% ولا نحرق ولا نعيش أصفار. ما حد يطاري الحرب ولا نعيش أصفار. إذن خوش كلام يرى أن العلمانية هي أخطر من إسرائيل والخطر الإسرائيلي. يعني كلام يعني انا تكلمت يعني عن طرف الدين. انا استغرب يعني من تيار او مؤيدي الفكر الديني يعني الى اليوم مصرين ان العلمانيه خطر وهي اللي تكفل حقوقهم وتكفل افكارهم وتدعم حرياتهم وتطالب انهم يكونون شركاء في القرار السياسي. الديار يخربون الدول. يعني انا استغرب كيف هم يعتبرون يعني شخص يطالب بحريته يعتبره خطر. هذه كارثة. هذه أزمة الفكر العربي، أزمة العقل العربي الإسلامي. عقل تعود على الاستبداد وتعود على العبودية. يعني هو في داخله عبد صغير، هي يعني بس يريد أن يستعبد كما يستعبد به. هو تعود ما يقبل الحرية. لو تجد في أدبيات الفكر الإسلامي كله لن تجد حتى أي مفهوم لمصطلح الحرية. مفهوم الحرية أصلا ما له قيمة لا بالأدبيات الدينية ولا ولا التراث الديني. لما يقول لي إذا أنت مو عبد لله. لا ما يخالف. أنت عبد لله ولا إحنا ومساحة كبيرة. لا أنا ما أنت عبد لله. أنا ما همشك، أنا أرد عليك. يلا جاوبني. بالعكس جاوبني. يلا هل أنت عبد لله؟ لا الاعتقاد بخلف. إن لم تكن عبد لله فأنت عبد الشيطان. اختار واحد. قولي اللي تقوله. عبد الشيطان، عبد لله، قول هذا الشيء. لا اختار واحد. كيفك رأيك؟ مو رأيي هذا سؤال. ما تبني عليك بالسؤال. لا 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 ما أحرجك. يقولي أنت عبد الله، أنت شنو علاقتك إذا أنا عبد الله أو عبد الشيطان؟ مو علاقتي فيك أنا، أنت حر إن شاء الله تعبد. أنا رجل المريخ. أنا أسألك أنت اختار واحد. تبيني أجاوبك؟ أنا كمسلم أفتخر وأعتز وأتشرف وأسأل الله أن يحييني عبدا مخلصا له في الدنيا وفي الآخرة. وأشرف أماكن النبوة الله سمى النبي صلى الله عليه وسلم عبد، عبد الله ورسوله. أنا ناصر ولذلك ناصر أتشرف وأفتخر بأخلاقي وعلمانيتي ووطنيتي وعقلانيتي وبالعلم الذي من خلاله أحل إشكاليات حياتي الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية بكل تواضع ونسبية أخلاقية. بس لك ناصر تؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هذا السؤال أنا مو مطلوب إني أنا أجابك على السؤال. لا 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 ما يخالف. إيه لحظة لحظة ويت لا إله إلا الله. لحظة ما يخالف. وأحمد متبين أجاوب؟ أنا ما نحاش. أنا قال لا أنا صريح. أنا أقول لك يا أولا الثقافة اللي أنا أبي أكرسها، الثقافة اللي أنا أبي أكرسها شنو اللي ضيعنا غير هذه الأحكام المسبقة على معرفة اعتقاد الشخص الروحاني او المذهبي او العقائدي. في ناس قاعد تحكم عندها احكام مسبقه على الفرد من خلال دينه ومذهبه واسم عائلته. انا رجل من سبق وطلعت منها معاك باكثر من لقاء سابقا وقلتها، انا رجل علماني فكري علماني زين منهج العلم بس تؤمن بالله العلمي محمد رسول الله. لا الاعتقاد عربي مسلم اعتقاد. لا انا انسان وانا انساني وانا كويتي فقط لا غير. معتقدي الخاص ليس انت قصب الدخله انت قصب الدخله مو مسلم. لا ليس من حق احد قصب الدخل الاسلام. مخل. لا قصب لا احمد وجهت خليك قصب رجل يمني خليه يسمع عجيب انت. لا احمد خليه يسمع. بتكلم اولا اعتقاد الانسان الخاص هو امر خاص بالفرد. أنا بسألك سؤال، أنت شنو اللي يهمك؟ ما يهمك تعاملي الأخلاقي وياي، ما يهمك تعاملي الأخلاقي وياك وسلوكي. إذا أنت قاعد تشوف فيه منه خير ويخدم الدين أيا كان الدين، مو هذا اللي يهمك؟ ليش يهمك إنك تعرف أنا شلون أعبد ربي ولا لا؟ شنو اللي يهمك فيه؟ شنو اللي يهمك إذا عرفت إن أنا بوذي ولا هندوسي ولا لا ديني ولا ملحد؟
ولا مسلم ولا أي كان، شو اللي بيهمك؟ ليش أنت ليش يهمكم مع اعتقاد الإنسان؟ أما يكفيك إن أنا إنسان أؤمن بمنطق العقل والعلم وأتناقش فيها أكبر موقف، ليش يهمك؟ هذه المقالطات المنطقية اللي يستخدمونها التيار الديني، مقالطة الالتماس، مقالطة الالتماس، مقالطة العاطفة، التماس العاطفة، يخدع الجمهور، انظر هذا مو مسلم، وشوف لأنه جيش يلعب على مشاعر الناس نشوفه، ومقالطة التقسيم الخاطئ، وهنا يضعني بين خيارين، أما مسلم أو غير مسلم. أنا أعطيك سؤال، مو شغلك، مو شغلك مو مهم. أنت إنسان، أهم شرط من شروط دينك مو العقل؟ مو أنت عشان إنسان يكون يدش الدين مو العقل؟ لا، أهم من العقل عندي العبودية. شروط الإيمان مو العقل؟ لا، قبل الإيمان العبودية لله. شنو معنى العبودية؟ إنسان أنا أجاوبك، عشان يدخل الدين مو لازم يكون عنده عقل؟ لما تسألني خلي أجاوبك، ما يخالف. المينون أنت تسأل وتجاوب؟ ما يخالف. لا مو أسألك. المينون يقدر يدش الدين أو يعتنق غير فكر؟ لا طبعا، من أصول الواجبات. أنا رجل هذا معروف، حتى الباي والكل يدري عنه، لما اقول انا لست مؤمنا ولا ملحدا ولا مسلما ولا شيعيا ولا مسيحيا، تدري ليش انا رجل اؤمن بمنطق العلم؟ لان انا رجل اريد ان احارب هذه الثنائيات المقرفه في مجتمعنا. تدري ليش من اصول الاسلام العقل؟ لا ما ليش، لان اللي ما عنده عقل ما يخالف كالحيوان، لا يجب علينا ان نلتزم بالاسلام. ما يخالف، خلينا نرتقب بالحوار. بس لا صحيح، خلينا هذا اللفظ ما يبا، ما يخالف يا استاذ، يا احمد ما يجوز لك. لا انت محامي وهذا اخوي ناصر، ما تبي اوضح الكلمه، ما وضح. يلا ليش الاسلام لا يفرض على ما هو ليس صاحب عقل؟ ليش الاسلام لا يفرض الاسلام على الحيوان مثلا؟ لانه لا عقل له، لذلك لا، ليس عليه حساب وعذاب وثواب. يعني انت تبي فرض، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يثيب منه ويعاقب منه، يعاقب من له عقل. اما من فقد عقله هو لا تعرض عليه الاسلام اصلا، مش بمعنى صحيح غير مكلف، مثل الانسان الغير مكلف. يعني وضح لك المعنى، مثل الانسان غير مكلف، ان الدين يرتبط فيه امور طبعا، فحيث مناط العقل، مناط التكليف، العقل والتمييز والعقل وال هذا مناط التكليف. يعني شوف، لو فرضنا انسان مجنون، انسان مجنون، هذا ليس عليه اصلا، لو ارتكب جريمه حتى بالقانون ما يكلف، ما يعرف. يعني العلمانيه بصراحه ضيعت الامه العربيه بافكارها، واسرائيل ليس بخطر. يعني لا طبعا، تبي رد على مره ثانيه على هذا المحور؟ لا شك، مو هذا محور، لا شك. انا اسمي العلمانيه هي اداه من الادوات اليهوديه، وأقوى من التطرف، يعتبر التطرف هو العلماني. تطرف حد مثل تطرف الاخوان، حزب التحرير، أوصخ منه مليون مرة. يعني العلمانية التوب في قمة هرم الإرهاب. بقول لك كلمة هناك من يعادي البشر، زين، وهذا خطر. ناصر سكت، وهذا اسمعني بس خلص، خلي أكمل. ناصر سكت، هناك من جيتك حبيبي، هناك لا. من يعادي لا واضح سكت أبو أحمد، هناك من يعادي البشر وهذا خطر، وهناك من يعادي خالق البشر وهذا أخطر. زين، خلينا نسمع رأيك. ناصر طرح مواضيع وايدة. لا لا أبو أحمد، يعني قمة، يعني لو قلنا إسرائيل قمة الخطر على الأمة العربية هي العلمانية، بعدين الإخوان وحزب الله، يعني والأمور ذلك. يعني شلون تغير الوضع من الحلقة الأولى اللي مع الصلح مع إسرائيل والمؤقت وكذا واللف ودورة، والآن يتحول من أخطر إسرائيل ولا الفكرة؟ قلت لك مو جهال، عملة واحدة، لأن العلمانية اعتبرها تطرف. لا لا لا، ما يقدر. يعني شوف، يعني لما يتكلم عن العلمانية بهذا الأسلوب الشعاراتي، اللي احنا نعيش في مجتمع أو في الوطن العربي للأسف اللي احنا قاعد ندفع الثمن، وهذا واللي ضيع القضية الفلسطينية وإسرائيل كلها تستخدم. يوم كنت في الولايات المتحدة هناك قبل 3 أشهر أو 4 أشهر، كان معي صديقي العراقي والسعودي، وهذا كنا جالسين، فسألت سؤال، كان منبهرين من السيستم اللي موجود هناك، فسألت قلت له ما تلاحظ 300 مليون على اختلاف مذاهبهم وأعراقهم وطائفتهم وأديانهم وأحزابهم، ومختلفين حتى باللغة، لغة رسمية ما عندهم، ومع ذلك متعايشين على سيستم علماني أخلاقي قانوني، ولائهم لبلدهم. وهناك لأن الدولة قائمة على حرية الفرد، حرية الفرد. تدري بأمريكا تقدر تأسس دين بأبليكيشن؟ 300 تأسس دين في أمريكا. مو فخر هذا؟ لا مو فخر؟ لا حبيبي ما يخالف، مو فخر والله يا أبو أحمد، فخر أوكي مو عندك. أنا قاعد أقول لك هذا، أنا أنت تشوفه مو فخر، أنا أسميه نضج. أن الإنسان اللي عنده دين حقيقي زين، ما يتضايق من وجود أديان أخرى، دام أنه هو يدعي أنه عنده حجة ومنطق. أوكي، أنا شخصيا ليش أنا أدافع عن الإسلاميين؟ ليش أدافع عنهم؟
تدري ليش؟ لان انا صاحب حجه وصاحب منطق وصاحب مشروع، اقدر اواجهه اقدر اواجهه بالحجه والمنطق، اقدر اواجهه بالعقل مو بتكميم الافواه وبالقمع. انا لما هو شفت الكلام اللي قاله عني انا مستعد ادافع عنه واقول من حقه يقول لي يقوله، لكن هل هو يملك الحق بان يطالئي يسمح لي انا ويدافع عن حقي بان انا انتقده وانتقد الافكار الدينيه المتطرفه والجهل المقدس اللي احنا قاعد نشوفه؟ انا ابو احمد لما يتكلم انت تعبد الله ولا ما تعبد الله؟ هذه المقدمة، تعبد الله ما تعبد الله؟ قلنا لعب نعبد الله. انزين انت مسلم ولا مسيحي؟ مسلم. مسلم سني ولا شيعي؟ سني. لا سني، شافعي، حنبلي، مالكي، احقاقي، جعفري، شيرازي، اذا تجي ويدش فيها التقسيمات ويدش 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 ويدش، وهذا حالنا. انا ابي اقول لك، انا ابي اخضع هذه الثقافه المنحطه هذه، ابي اخضعها، لان اليوم قصبا على الكل يجب ان نرى بعضنا البعض على انها بشر خلاصية. إنسان يحكمنا المعايير الأخلاقية، زين، وكل إنسان يعبر عن راية، وهذا الميدان يحمي ليش ميدان. ليش ما تحترم الفكر الديني لو وجهة نظر معين؟ لا 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 أنا رجل أنت احرموا احترموا الفكر الإرهاب. خليك منصف، أنت أكثر إنسان أنت أكثر إنسان قابلتني أكثر من مقابلة، صح؟ وكنت دائما تسألني عن الطرف الآخر، وأنا الكل يشهد عندي بحياتي كلها ما أعطيت أحد بلوك من الطرف، ودافع عن خصومي الإسلاميين بلا استثناء، بلا استثناء، كلهم دائما هم حقهم بالتعبير، لكن هل هم يملكون، هل هم يسمحون لي أنا بحق التعبير؟ ومع ذلك أطلع في مقابلات ومناظرات وعندي قيود وأنت تعرفها، ومع ذلك قاعد أواجه نفس ما قاعد أواجه الكيان لما قال هم ضيفوني بكنيسة، كنيسة إسرائيلية، أنا دشيت عليهم وواجهته، ما يقول أنا بيصلح، أواجهه في عقر داره وأقول له وجهة نظري من غير سلاح. لكن يا الحين انا ابن بلدك جاي بتشي تهيج مشاعر الناس وتسوي تقلبها الى شخصانيه، شوفونا ها انت مو عبد ربك، انت مو مسلم، انا اقول لك اياها بالعلن والكل يدري، انا رجل علماني دنيوي اؤمن بالعلم والعقل، زين، منهج العلمي منهج كارل بوبر، اميل لفلسفه كانت الاخلاقيه، اؤمن بالعلمانيه كنظام، يعني انت باللغه الاسلاميه كافر، لا 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 مشكور باللغه الاسلام، انت كافر احمد، ما يجوز التكفير، لا لا يجوز، ما يجوز التكفير، ما يجوز التكفير، اخي واحد اقول له لا اله الا الله يقول مش عايز، انا اؤمن ان هناك حريه، اقول الله ربك، يقول لا ما ابي، اقول انت مسلم لا يبقى كافر، مش مليون كافر، محشوم، لا مو محشوم احمد، ما يصير تكفر العالم، ما يصير تكفر العالم، مو سب، هو قال وجهه نظره، انا اساله مسلم، انت مسلم ايش اللي يهمك، تفضل اقول لك علماني ايش اللي يهمك، اقول لك علماني، اذا انا ما لا مو صحيح، انكر ونص زين خلاص اوكي قصب انت والله حاله بعد احمد هو واحد يرد عليك يقول لك لحظه ما انكر لحظه والله هو يعترف انك يا حبيبي انت مو مسلم طبعا مسلم واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله قول مثلي يلا سني ولا شيء قول مثلي اترك يا حلو خليك الحين يلا خلاص قول مثلي يلا طالما انت مسلم انا رجل علماني خلاص عرفت الجواب الحين خلاص انتهى عرفت انت مسلم في النهايه لا مو شغل الناس مو ما يهمك لا اترك من شغل الناس لا لا انت مسلم ما يهمك يا احمد بس بعرف اتجاهك ابو احمد اساس قاعد اقول لك رجل علماني وكان ابعد لا تؤمن بالدين انا ضد مع حريه الاديان حريه الاعتقاد وحريه الاعتقاد هي حريه خاصه بالفرد زين ويجب ان اكرس هذه الثقافه بالمجتمع ان حريه الاعتقاد وحريه الدين هي حق خاص وعلاقه خاصه بين يعني الانسان وربه تطرف علماني زين في علمان في متطرفين علماني شنو تطرف تطرف تبي اقول لك انا متطرف شنو انا متطرف في الدفاع عن الحريه متطرف في محاربه الكراهيه والتعصب الديني انا متطرف في الدفاع عن الديمقراطيه وحقوق الانسان متطرف في الدفاع عن العلوم والفنون والثقافه والادب زين هذا ومتطرف في الدفاع عن حقوق الاقليات من مسلمين سنه وشيعه وبهائيه وبهره ومسيح وكاثوليك وبروتستانت والكل انسان يعتقد ما يريد طالما انه هو انسان انا اكفل له حقوقه هذا انا هذا علمانيتي لكن لما يجيني شخص يبي يستقل هذا الخطاب الساذج الموجود في المجتمع هذا الثنائيات المقرفه انه شوفوا هذا ما يؤمن بالله ويستقل جهل العامة بأن هذا كافر وهذا كذب كفرني على الهواء مشكوري يسلمني راسك كفرتك كفرت نفسك خلاص أنا قلت اعترف أنا أمام الهواء يلا عندك فرصة دافع عن نفسك قول أنا مسلم عندك فرصة تفضل برر نفسك لا لحظة للأمانة
بري نفسك يعني شوف ان بري نفسك يعني يقولون احمد مليحي خلي يقولون احمد خلي اسرائيل تولي احنا عندنا كبار لا عين اسرائيل من ما نقول الجزء الثاني خلي يقولون احمد مليحي يتبلى على دشتي خلي يقولون احمد مليحي يقول كلام يعني التطرف اخطر من اسرائيل كلهم وجهين لعمله واحده ولذلك الان عندك فرصه تبي تقول انا مسلم تفضل قول انا مسلم زين بس خلي اقول لك تفضل عشان اروح للمحور الاخير لان معي وقت تفضل دينك مو دستور للعالم إيمانك الخاص العالم مو ملزمين فيه اعتقادك اسمع يعني شوف حتى ثقافة الحوار المعدومة بتراث لا هو قاعد يحاور ما يخالف أنا قاعد يسأل أنت تبي الحوار على مزاجك ما يخالف أوكي دينك قلت لك مو دستور للعالم وإيمانك ليس إيمانك العالم ليس ملزمين فيه واعتقادك الخاص المطلق اللي أنت تعتقد فيه زين تجربة ذاتية أنت حر فيها أنا كرجل قلت لك يا بالبداية أنا رجل علماني إذا أنت ما تعرف شنو معنى علماني هذا أعرف شنو معنى العلماني العلماني ممكن يكون لا ديني ويكون مؤمن ويكون ربوبي ويكون لا أدري ويكون مسلم ويكون شيعي ويكون سني طالما أنه هو يريد وأنت واحد ويريد طالما أنه يريد لا يريد أن يقحم معتقداته الخاصة على العالم هذا الشخص علماني زين أنت علماني أي واحد اسمع أي واحد من هذول زين أنا علماني لا اكتراثي ما تفهمها مشكلتي لا جاوب أنا فهمت أنت زين شنو أنا علماني لا اكتراثي بالمعتقدات شنو اللي اكتر لا اكتراثي قاعد أتكلم لغة عربية أنا ما أعرف ما اكترث أنا بالاعتقادات ما تكتر زين هذا واحد اثنين أنا رجل أريد أن من الناس يقيمون بعضهم البعض على معايير أخلاقية وإنسانية ووطنية كل إنسان حر في اعتقاده طالما هو رجل أو إنسان أخلاقي وينادي بالمحبة والسلام والتعايش السلمي هذا ناصر وأؤمن بمنطق العقل والعلم دخلنا في موضوع شخصياً طلعنا من المحور الأساس لما تقول لك الحين اللي أنا سويته هذا كله كنت متعمد عشان إيه؟ يعني تعمدت انك تستفز احمد عشان لو بين للمشاهد شيء يعني يا دخلك القفص واحمد انا متعمد للامانه الحكم للمشاهد بالنهايه دخلك تعمد عشان ابي الناس تقارن ما بين خطابه مع اسرائيل في الحلقه الاولى وخطابه الشخصاني والمبني على مغالطه التقسيم الخاطئ ومغالطه التماس المشاعر اللي ابتكرها معاي ويحاول يأجج مشاعر الناس في لكن انا اقول لك قلت لك انا انسان مو خايف وقلتها في أكثر من لقاء وأحمد يعرفني الكويت كلها تعرف شنو توجهي لكني أفتخر وراح أفتخر بأن يوم من الأيام اللي بيهم يقولون ناصر شنو الثقافة اللي كان يدعونها ثقافة الأخلاق ثقافة المواطنة الإنسانية إن كل إنسان حر باعتقاده ولا لا يحق لأحد ولا من حق أحد إنه يتدخل في حياة الإنسان الخاصة ومعرفة اعتقاده الخاص طالما هو شيء بينه وبين ربه أنا ما أحتاج إني أتاجر باسم الله ولا تاجر بالدين عشان انا احاورك والنقطه اللي بوصلها اسرائيل والتيار الديني لما قلت لك انهم وجهان لعمله واحده منطلقاتهم دينيه وعلى هذا الخطاب هم يتقذون ويستمرون في هيمنتهم على شعوبهم والضحيه منو هالبشر اللي هم الناس الابرياء اللي هم ينجرون بعواطفهم ويدفعون الثمن كلامي اللي انا يعني بختم في عشان أسكر هذا الموضوع لا بنطلع من المحور ايه نطلع من الموضوع هذا تعبت منه لا رجل شف الماي تعبت منه لا مو تعبت بس رجل شف لان هذا يعني هذا خطابهم تعودنا عليه يعني وايد تواجهه هم يدرون ان اللاديني او العلماني او حتى الليبرالي الشيوعي ان كان ترى ما عنده مشكله مع الدين ترى ماكو مشكله مع الدين زين لكنهم ضد فرض الدين هم يريدون أن يستمروا بمتاجرتهم الدين لم يتبنون قضايا مثل الصحابة والآل لم يتبنون مثل هالقضايا والخطاب هذا مسلم هذا كافر ويأججون المجتمع إيه زين هذا حلو هذا الفكر الديني كم من حرب
اجتماعية وعالمية وطائفية بسبب دين يدعي أنه يدعو إلى الحب والسلام والتعايش، وهم يحاولون إقصاء الآخر، وكله كفرني وأقصاني وما يدافع عن حقي. وأنا ريال كل هذا اللي قاله، يا رجل اسمع يا أستاذ أحمد المليفي، أنت ابن بلدي وشريكي في الوطن، وأنت أقرب لي من شريكي بالدم، وأدافع عن حقك لأنك إنسان مثلي مثلك، تجمعنا الكويت، ومن حقك أنك تعتقد ما تشاء وتؤمن بما تريد، طالما أن أنت ملتزم معي بهذا الدستور وبالحريات وبحقوق الإنسان أنا وياك. ما أنت بتدافع عن حقي إذا تشوف هذه المبادئ العلمانية هذه ضد قيمك، وهذا يقولها. تفضل أخي أحمد، آخر رد أساس بروح المحور ما بيطول، بقول ربع كلمة يعني. ربع كلمة؟ إيه يعني خلصتها. إيه خلصتها فعلا خلصتها. أنا ما كفرتك، أنت كفرت نفسك. أنت كفرت نفسك على الهواء مباشرة. واحد يسألك يقول لك ربك الله، تقول أنا علماني، يقول لك قول لا إله الله، تقول لا ماني قايل. يا أخي أنت الآن على الهواء مباشرة تقول أنا مسلم وأقضي الموضوع وسكره. تي تقول لي أنت سلفي وأنت مدري شنو، قول الله ربي. تدري ليش؟ لذلك أنت لذلك أنت خليت كان أتكلم على راحتي. لذلك أنا الله الحوار أكبر وأسمع. شوف الحوار شلون ما يرضى. الله أكبر وأسمع. أنا خليتك تتكلم على راحتي. أنا أدش في هذه المهاترات وإني أنا أستغله عشان بس أستغل مشاعر الناس. ماشي الحال. إحنا الحين لا قاعد نتكلم عن المشاعر في قضية فلسطين. إحنا قاعد نتكلم الآن القضية اللي هي صارت فرعية، وأنت تقول أحمد مليفي كفر. أنا ما كفرت. لا تسألنا من أخطأ. تطرف ولا. أستاذ كفرت نفسك وللمرة المليون أقول لك. أنت أكبر خطر بفكرك. مليون مرة أكبر خطر. هذا خطر على كل شيء على يا رجل. أنت متطرف. فكرك أكبر خطر على. لا لا كلامه. بو يا أستاذ. مو هم كلام. لا لا كلامه. مو قادر ترد. لا مالك شيء. شو ماني شغل؟ خليك اسمع كلامي. رد علي. خليك معي يا استاذ، انت الحين. انا وياك سالت سؤال ما يا استاذ يا استاذ، انت الان قد تذهب دنيتك، يعني قد انسان يحيى مريض ويموت مريض، يحيى بلا وطن ويموت بلا وطن، لكن مصيبه لا وطن بالدنيا ولا بالاخره. دخلتنا في المحور. زين خروا علي. انا قصدي لا بس بكرر كلامي للمره المليون. اقول اللي تبي. حوار شيق وياك. بقول المره المليون ردا على الادعاء اني كفرته. انا ما كفرتك، انت كفرت نفسك. سألتك أمام الناس والعالم، تؤمن أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ رفضت. يؤمن يؤمن يؤمن. ما يؤمن على كيفك. يؤمن. لا هو قالها بساعة مو أنا اللي قالها. قولها قولها مرة ثانية. تدري شنو في قلبك؟ أنا أقول لا إله إلا الله. تؤمن أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قلت لك مو شغلك. قال لك مو شغلك. إذن نوقف. لحظة يعني. مو شغلك. قال لك مو شغلك. هذا ديني جديد اسمه مو شغلك. لا لا ما في يعني محمد يا يا بابا بس محمد صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله سأل جارية سأل جارية ايه هذه جارية لها قصة طريفة يعني بس صغيرة اساسا لان قضية والله اهم حبيبي حبيبنا هذه جارية صفعها يعني مثل ما نقول يعني سيدها وكذا مملوكة فلما صفعها طبعا عندنا في الحكم الشريعة ان من يصفع يعني عبده او كذا الاصل انه يعتقه كنوع من انواع يعني التأديب والى اخره فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر هذه الجارية فناداها صلى الله عليه وسلم فقالت فقال لها من أنا؟ أو أول سؤال قال لها أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت رسول الله شوف السؤال البسيط والجواب البسيط رغم أن القضية غير واحد طرق إلى لكن أراد أن يكرس محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا من يؤمن بهذا الدين العظيم له حقوق عظيمة ولما سأل هذا السؤال قال اعتقها فإنها مؤمنة. إزاي؟ ما ممكن. قالت مو شغلك ومالك شغل موضوع مختلف ومش عارف. إزاي خلنا؟ وهذه جارية شوف عقلها أفضل ماشي. من عجر العلماء أفضل من عدل العلماء. ما يعني خلينا نروح على أساس باقي 6 دقائق يا جماعة بقسم 3 دقائق بينك وبين أخوي ناصر. ناصر بكل أمانة يمكن المحور الأخير معنا محور أساسي وإن شاء الله نخلي حلقات ثانية. ليش التطرف الديني في السنوات الأخيرة داعش حزب الله القاعدة خراسان نصرة يعني ما خلوا اسم في الدين ليش قتل الإنسان نحر الإنسان ليش تطرق عندنا ناس شبابنا الصغير بالعمر خاصة في العمر ما بين 16 إلى 24 يندفع نحو التطرف من شباب ومن شابات أيضا وجهاد النكاح طبعاً اللي صار هذا نموذج يعني الخطاب طيب لا مو هذا نموذج ما قلت لك التطرف هذا نموذج الحكم المشاهد ايه؟ الخطاب الديني يعني
هو يتغذى على هذا الخطاب الشخصاني والتكفيري ومحاولة جعل نفسه ممثل لله وكأنه هو جند من جنود الله والآخرين لا والآخرين نرجع للسؤال. ايه بنرجع للسؤال. وقلت في الحلقة الأولى والثانية قلت لك أن الخطاب الديني سواء كانت متمثل باليهودية عند الكيان الصهيوني أو الدين الإسلامي أو أي دين، من يقدم الدين كمشروع أيديولوجي فهو خطر، وهو يكرس المجتمع الشكلي والمنافق القائم على الإكراه الاجتماعي والقانوني باسم الدين وباسم الله. أن اليوم يعني اليوم الله أعلم شنو بالنيات، هذا ليش بنيتي، لكني أنا اليوم أنأب نفسي وأسمى بمعتقداتي الخاصة زين بأن أنا لا أستقلها عشان أجيش مشاعر الناس وأرضخ للأخ بأن شوفوا يا ناس هذا كافر وأنتوا ما يؤمن بالله، لأن أنا بالنهاية رضا رب العالمين يعني هو المهم زين، هو المهم يعني بالنهاية يعني سواء تؤمن بالله أو ما تؤمن بالله هذا شيء غيبي ومجهول وخاص بالفرد، هو يريد أن يستقل ويتاجر فيه عليه حقه زين. أنا شخصيا نرجع للسؤال، هذا شخصيا أشكره على اللي قاله، والتطرف الديني ليست صناعة غربية، التطرف ليست صناعة غربية للأمانة، إسرائيل وأمريكا استغلت هذا الصراع اللي موجود ومصالحه، وهذا حق مشروع ترى لأي دولة، لأن بالنهاية السالفة مصالح، رغم أن أنا أتفق ويا أمريكا بوايد أمور متعلقة بسيستم وأختلف ويا ولا ويا هم نظامهم يكفي لي هذا الحق، يعني أنا كنت بأمريكا وزير وزارة الخارجية رفع سقف وأقول اللي أبي يعني زين. التطرف الديني عندنا نتيجة مثل هذا الخطاب الموجود في المنابر في الحسينيات بالدواوين موجود بمناهجنا التعليمية القائمة على إلغاء الآخر، لذلك صار عندنا مجتمع مستشرف للأمانة يستشرف باسم الدين يمارس كل العهر الأخلاقي والفساد في مجتمعاته زين في مجتمعه ويدعي التدين وإلا الدين وإلا الله وهذا كافر ما شنو والنحر ايه والناس يعني بدنا يعني خطابه يقول أنت كفرت نفسك، أنا ما كنت أنا يا جماعة كلغويا أنا كافر بما تعتقد، بس لما يستخدمون مصطلح كافر كاصطلاح لاهوتي ضد الآخر لا أبعاد وقد يستباح دمك ترى. طبعاً طبعاً وهذا الخطر، لاحظ أنا دافع عن حقه وهو قاعد يقول لي أنت كفرت نفسك وهي بيلغيني، وأنا قاعد أقول لك الحق باللي تعتقد لا أدش أقول اعتقادي الخاص هذا شأني الخاص مالك شغل فيه، من حق ما حد يقبل إنه يتدخل في حياته الخاصة، حياته الخاصة سواء الأسرية، لأن الدولة مو مهمتها أن تهتم بحياتك الخاصة، الدولة مشروع نظام توفر للديني والمسلم والمسيحي هم أسسة خدمات، هو مو مسؤول أن تدخلك الجنة والنار، هذين الناس إلى الآن لما يضعفون بحجتهم وما عندهم مشروع يلجون إلى الخطاب العاطفي واللعب على وتر شو اسمه، فهم وإسرائيل وكل دولة دينية هذا منهجهم في السيطرة على المجتمع. ثلاث دقائق الأخيرة آخر ثلاث دقائق ونختم خلاص، بس إذا كان في تعقيب أنا على كل حال لا ما بيعقب على شيء، أنا حد يمكن يبقى لا لا تدوا آخر ثلاث دقائق ثلاث دقائق ممكن يطلع نص دقيقة على كل حال على كل حال على كل نعطيك نص دقيقة بقى. أنا كلمتي أوجهها للأخوة المشاهدين لا رد على سؤالي ليش طلع التطرف طيب نفس الموضوع ايه؟ يعني كلمتي الأخيرة للمشاهدين الكرام أينما كانوا يعني حقيقة هو أن التطرف كما يعني سبق وذكرنا هو عبارة عن شذوذ وانحراف بالبداية عن هذا الدين القويم الجميل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النور العظيم بقدر ما ابتعدنا عنه وبقدر ما تركناه وبقدر ما اعترضنا وجعلنا وراء ظهورنا رب العالمين لا زال يعاقب هذه الأمة على وعسى أن تنتبه وترجع إلى هذا النور، ولذلك الخلاص الحقيقي والفوز ليس فقط في الدنيا والأهم من الدنيا الآخرة بناس يظن هذا هو التطرف أن تبتعد عن الله سبحانه وتعالى وعن دينه وعن كتابه هذول يقولون لا إله إلا الله وتتمسك لا مو هذا كلام لا إله إلا الله محمد رسول الله مو هذا كلام لا هذا كلام لذلك أنت قد
تكون أيضا من طبقة كما يسمون يعني من الجماعات الدينية، ولكن فيها شذوذ، وهذا نحذر منه. ليش وصلنا للمرحلة؟ ليش طلعت عندنا هالمجموعة وتشوفها في المجتمع؟ موجود يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم ظهروا أول من ظهرت من هذه الفرق الخوارج. صحيح. والخوارج وفي وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. في وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللحظة الأمة تعاني منها. إلى هذه اللحظة وعلى رأسهم اليوم من يحملون راية الخوارج هم الدواعش. اللي شفنا يعني عاثوا في الأرض فساد، وقبلهم واللي العلمانية تراها الآن هاي الثورات، واللي هم أيضا من نتاج غالبها من نتاج وشاركوا فيها الدواعش الذين يعني هدموا الأمة. اشتخل العلمانية والدواعش؟ لا، ما هو أثنى على الثورات. أيه. الثورات ثورات من شارك فيها؟ تقارنها بداعش؟ ثورات من شارك فيها؟ ثورات الآن اللي صارت في يعني هالأمة العربية ورفعوا راياتها وما يسمى بالربيع العربي وغيرها، كلها خليط من هذه الفصائل التي لها انحرافات بالدين. جميل. وعلى رأس هذه الانحرافات كما قلنا بداية أمرها لما كانت ما يسمى بالخوارج الذين خرجوا على الحاكم المسلم، وكان أول ذاك الوقت ذاك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما شككوا في عدله وفي يعني قسمته وإلى آخره، واستمر هذا اليوم. ولذلك نحن نقول كمسلمين متقين معتدلين نقول علينا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم أن نصبر على حكامنا المسلمين ونصبر عليهم ولو جاروا بعض الشيء، لأن أن تصبر على شيء أفضل من أن يضيع كل دخلنا شيء. دخلنا في محور ثاني، مو محور. أفضل من أن يضيع كل شيء. وأيضا نصيحة أخيرة أقولها لكل شاب وشابة يظنون أن هذا ما يسمى بالتنوير أنه تنوير، والله أنه ظلمة وأنه فساد وأنه جهنم وبئس المصير. بس فلا أحد يغر عليكم ولا أحد يعني يدمركم ويدمر دينكم في الدنيا والآخرة. أنا أشكره على صراحته بأن يدعو الشباب اليوم ونحن في القرن 21 على الصبر على الحكام ولو كانوا مستبدين، والصبر على الظلم، والصبر على الأنظمة الاستبدادية، والصبر على الفساد الأخلاقي، واتهامنا إحنا العلمانية اللي ندعو إلى الحرية وإلى حقوق الإنسان وإلى ونكفل حقوقه بذلك، ويستخدم اسلوب الترهيب بجهنم والجنه. أوكي. يعني واضح الصوره. يعني هو خلاص هو اشكره 10 ثواني اشكره على عندك شيء 10 ثواني. السلام عليكم. اعتقد تحاورنا ما فيها زائل، قلت وجهه نظري احمد قال وجهه نظري، وان شاء الله تكون الصوره تكون طبعا الحكم المشاهد والحكم المشاهد. شكرا لك اخوي احمد لحضورك، اخوي ناصر دش شكرا لك، ونشوفكم في حلقات ثانيه في موضوع اخر ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج وجه لوجه. الله أن يحفظ الكويت. الكويت أولا، والله يصح الحال.